الحديث اخويا الصباح خرجنا لقينا واقع هنا مشكل ديال هذا بلايك ديال انتباه خطر متنوع 100% 90% ما كانوش هذوك البلايك بيكوب وصلت للضوضان غير موطور الا داز بسرعه كيوصل لهاد الضوضان كيتزعزع يتحرك من بلاصتو حتى شوف الطوموبيل كيفاش ضرا ليها هادشي اللي طلع تقريبا اللي راكبين تقريبا شي 10 وليك جي ما بين 10 15 تقريبا انا تقريبا قالوا 10 ولا 15 كانوا في شي عرس وجايين من العرس وحنا كنطلبوا من المسؤولين بحال هاد المحط البلايص يديروا لنا فيهم اللي يضان دابا حتى المسافه ديال بحال دابا الطريق 100 و120 140 و خصنا الضوء اللي ضوضان هذه هي الحقيقه طلبوا من المسؤولين يجيبوا لنا غير هاد اللي ضوضان هما اللي خاصيننا حنا دابا لا ما كانوش تا وقت الحديث عاد جاوا البلايك علوي يلاه العلوي غادي طول البراه ما غادي يمشي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.